الاقتداء بالإمام المهدي صلوات الله عليه، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الذين يدعون إلى التعامل الطبيعي مع قضية عاشوراء، التعامل الطبيعي يعني إنهاء قضية عاشوراء. قضية عاشوراء لا يمكن أن يتعامل معها تعامل طبيعي، يجب أن يتعامل معها تعامل استثنائي. بعض العلماء كان يقول لي: هل يمكن أن نستفيد من هذه العبارة أئمة أهل البيت قدوات؟ هل يمكن أن نستفيد من هذه العبارة أنه من المستحب على كل مؤمن في كل بقعة في العالم أن يذكر الحسين ويندبه صباحا ومساء في كل يوم ولو بهذا المقدار، أنه الصبح يقول وحسينا، يذكر الإمام ويندبه بهذا المقدار، فلأندبنك صباحا ومساء. هذا التعامل الاستثنائي هو الذي أبقى هذه القضية وخلد هذه القضية. المؤمنون، الأولياء، العلماء، الأبرار، تعاملهم كان تعامل استثنائي. عندما يلبس السواد في يوم عاشوراء يعني اعتبر هذا اليوم يوما استثنائيا. الاستثناء أيضا إلى مراتب. أكو بعض العلماء، بعض المؤمنين 10 أيام يلبسون السواد على سيد الشهداء. أكو بعض الأفراد 2 شهر كاملين، شهري محرم وصفار، يلبسون السواد. أكو بعض الأفراد لا ينزعون السواد إلا يوم 8 من ربيع الأول، 2 شهر و8 أيام تقريباً.